هلا شباب، وياكم هنا دايكي علشان اليوتيوب. عندكم كوميونتي ميشن جديد اللي هو اسمه الكلاس ميشن مال السبورت. العفو، هم نسوي سكور 50,000 بوينت، وبعدين تجي هنا يعني تلعب بالسبورت. بعد باقي له 3 ايام تقول لك لايم ريورد، طبعا صندوق عادي يجيك. هي العبرة مو بالصندوق، العبرة انه انت هم دي يطوك فد ميشن بمجتمع كول اوف ديوتي باتل فيلد، مثل هذن البقية لازم كلهن نكملهن انت، وهذني اعتقد راح يبدا ينعادن كل فترة، حتى اللي ما مسويهن يسويهن. نروح على الباتل باك نلاقي صندوق جارنتي باي كوميونيتي ميشن ايفنت، يعني انت كملت الكوميونيتي ميشن ايفنت اللي هي سويت سكور 50,000 بواسطة السبورت. هسه اوبن، ها صندوق عادي اللي جاني الهوت اوتوماتيك رايفل فيترن جارد، هذا سبيشال السكن. هذا عندي سكراب، وبما انه احنا هسه قاعدين نسوي كوميونتي ميشن وصار عندي 1000، على خاطركم راح اشتري واحد من هذني الصناديق السوبيريور اللي يجي بيها واحد من هذني السوالف اللي هي اغلبيتهم عندي. هذا عندي، هذا عندي، هذا عندي، يمكن بس هذا ما عندي. اوه هذا يمكن، هذا يمكن ذا فوق، هذا عندي يمكن، هاي ما عندي 100%، هذا ما عندي، هذا عندي. خلينا نشوف. المهم راح اشتري هذا، هاي بما انه انتم قاعد موجودين وياي فراح افتح هسه هذا الصندوق، خلينا نشوف شنو يطلع. هاي لعيونكم، لعيونكم طلع فد شي عندي، راح اسوي له سكراب، راح اسوي له سكراب، وهم راح اشتري فد شي من هنا بالانهانس بطل باك، وهم راح افتحه وهم لعيونكم. ديستينجويش، هذا ما عندي، اسمه شوشو، هذا فور تشوتشات، السلاح التشوتشات مال دي ال سي الاخير مال فرنسا، ذي شل نوت باس. هذا السكين التشوتشات السلاح الدي ال سي اسمه شوشو، هات انفنتوري. ولهنا يخلص الفيديو، مع السلامة.